زيك بالظبط اتفاجئت. بابلو نزل فيديو كليب وفي ساعتها هتلاقي اليوتيوب هنج، هتلاقي المشاهدات 4000 واللايكات معدية 10000، فكده كده انت عارف ان في شغل عالي نزل طالما بابلو نزل حاجة. بس في الفيديو ده هنفهم كل حاجة بابلو عايز يقولها في الفيديو كليب، حاجات زي دي محتاجة شرح وربط عشان تفهم. بص كده، حاجات زي اللي انت شايفها دي ليها ريفرنس لكل حاجة، من اول الستايل بتاع بابلو ولبسه والشخصيات اللي ظاهرة معاه في الكليب والرسمة دي والترابيزة وكراسي الملعب وصورة اغنية الحلال والصورة اللي جنبها وحاجات تانية كتيرة هتفهمها في الفيديو ده. فيا صاحبي اعمل لايك وشد الحزام عشان احنا هنطير. اهلا بك يا صديقي في بطن الحوت. لو اول مره تشوفني انا الحوت وبقدم محتوى فاخر زي ما انت شايف، فلو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وتنضم للحيتان اللي عيلتها بتكبر فوق ما انا متخيل. ويلا بينا نخش على تحليل الفيديو كليب وهنفهم دلوقتي مع بعض ليه كل الحاجات دي محطوطه مع بعض وايه النظره اللي احمد كامل مخرج العمل ده قدر بيها يشرح لنا اكتر كلمات الاغنيه، رغم انها واضحه كده كده لكن الفيجوالز بتبين كل حاجه الارتست عايز يعملها. ف اعمل لك كوبايه قهوه محترمه ويلا بينا. ومن مكاني هنا في بطن الحوت لازم ندي شاوت اوت لاحمد كامل مخرج العمل ده، ويلا بينا على التحليل. مبدئيا في شويه حاجات فنيه كده انت كمخرج او صانع عمل او اديتور لازم تاخد بالك منها. اولا تلوين الفيديو، تلوين الفيديو دي حاجه بتعيشك في المود اكتر، فاللونين السيان والاورنج الاتنين مع بعض ماتشت جدا 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 مع بعض، فاختيار موفق جدا. ولو خدت بالك برضه هتلاقي الحوت ملون الاستوديو بتاعه نفس اللونين. ويلا بينا مع دخله مروان بابلو. قبل ما نتكلم على اي حاجه مهم جدا نتكلم على ستايل مروان بابلو. النص مختفي ده شبه جدا لعبه اساسنز كريد لو تعرفها، ولو مش عارف بابلو ظهر بالستايل ده في حفله كايروكي من فتره اللي هو شبه اساسنز كريد. وهنا لازم نسال نفسنا سؤال، هل بابلو بيشبه نفسه بالاساسنز؟ لو صح وهنمشي في الافتراضيه دي فتعال الاول نشوف ايه هو الاساسنز ده، ايه المطلوب منه، ايه اللي المفروض هو يكون بيعمله. هدف الاساسنز منع فرسان الهيكل من الحصول على القطع والحفاظ على اراده البشر. سيبك من كل الكلام ده وامسك لي في الحفاظ على حريه الاراده للبشر لانها مهمه جدا. كل اللي فات ده كان كلام يخص اللعبه نفسها، القطع والهبل والكلام ده، فانت كده فهمت الستايلنج نفسه الريفرنس بتاعه ايه. طب ايه اللي بابلو بيعمله؟ ان هو بيفهمك المبدا. المبدا بتاعك بيروح فين وقت لما الماده او الفلوس بتحضر، وهي دي الفكره اصلا من الاغنيه، وهتفهم كل ده كمان شوية فاتكع الصبر. فين الفلوس اللي بابلو بيتكلم عنها في المبدأ بتاعه؟ هتلاقي الريفرنس بتاع الفلوس هو رغيف العيش او المصنع بتاع العيش، وهنا لازم تفتكر البار بتاع سبت لهم مصنع عيش ولسه عينيهم على رغيفه. فهتلاقي بابلو في اول فيرس من تراك المبدأ بيقول لك طانوش العيش والملح ما صانوش، وهتلاقي الشباب كلها بتجري على اكل العيش او على الفلوس اللي هي الريفرنس اللي انا لسه شرحها لك من شويه. هتلاقي بابلو واقف مستغرب ان كل الناس بتسيبه وبتجري، ليه كل ده بيحصل؟ عشان مفيش مبدأ. عيب والله يا صديقي تبقى معايا لحد دلوقتي وبتسمع الكلام ده مني ومش عامل لايك ولا مشترك في القناة، عيب. المشهد التاني والاهم من وجهة نظري، العشاء اللي قاعد فيه ناس بيبان عليهم انهم مش زي الناس اللي واقفة في الطابور ورا، الناس اللي اشكالها غريب، شياطين ورجال اعمال وناس معاها اسلحة وبتاكل، بتاكل ايه؟ بتاكل اطفال صغيرة؟ هنا نفتكر البار. اسمع كلها شياطين ما فيهاش اصحاب، وشويه اسلحه وسط الاكل اللي كله حرام في حرام ومتجمع عليه القوم. وفي تشبيه برضو جه في دماغي كده، مش بيفكرك الاكل ده بصوره العشاء الاخير؟ طب حصل ايه في العشاء الاخير ده؟ هقول لك استنى. بيقول لك العشاء الاخير ده طبقا للعهد الجديد هو عشاء عيد الفصح اليهودي التقليدي، وكان اخر ما احتفل به يسوع مع تلاميذه. ركز لي بقى في الحته دي عشان تعرف ان بعدها تم اعتقاله ومحاكمته وصلبه. الكلام ده كله ايه الريفرنس بتاعه في الفيديو كليب بتاعنا؟ وانت يا حوت ايه الكلام الغريب اللي انت عمال تقوله ده؟ انت ليه بتدخل الاديان في اغنيه في بابلو في مش عارف ايه؟ ركز معايا في المشهد اللي جاي بعد كده. كان غدر وانفاء بشر مكانهم تحت نعل الحذاء، خيانه غدر وانفاء بشر مكانهم تحت نعل الحذاء.
بعيدا عن الرايم، احنا هنا جايين نحلل الفيديو كليب والافكار الموجودة في الفيديو كليب. انت اكيد سمعت الاغنية، لكن لو خدت بالك من الرابطة اللي انا حاولت اربطها لك بتاعت العشاء الاخير ويهوذا اللي كان صاحب المسيح اللي اوشى بيه، وصراحة يعني بعيدا عن الجزئية دي بلاش نتكلم فيها دلوقتي، مش وقته خالص. هتلاقي في المشهد اللي بعد كده صاحب مروان بابلو ماشي معاه، وهو ده اللي يقصد بيه الشخص اللي وشى بالمسيح عشان خاطر يتصلب او يموت بعدها او يترفع للسماء. وانت طبعا فاهم انا اقصد ايه، لا اله الا الله. وعشان تتاكد ان كلامي صح بنسبه 100% اسمع مروان بابلو بيقول ايه في الحته دي بالذات. زميلي قال انا معاك تعدي وسط النار انا هناك، زميله بيوعده ان هو هيبقى معاه في اي حاجه، لو هتعدي وسط النار انا هبقى هناك هبقى معاك. لكن كالعاده هتلاقي مروان بابلو بيرد عليه الرد اللي يستحقه. بص على الانداد كله بي، وصراحة انا مش عارف الراجل ده ازاي وافق ان هو يطلع وياخد الشتيمة دي. ويرجع مروان بابلو تاني غنلنا الكورس اللي ولا اروع من كده شرحا للفكرة بتاعت الاغنية، وقت الجد كنتوا فين؟ وهنا يرجع مروان بابلو يقول لنا ان العمتين ام الصحاب اللي ما عندهمش مبدأ، او الناس كلها عشان كله ما عندوش مبدأ وكله زي العملة بوشين، وان هو معكاش وانا معكاش في رانديفو. وهنا صراحة لازم نقف ونستنى شوية عشان المشهد ده يعني صراحة خطف عناية خطفة بنت لذينة. تاني لحمة كامل المخرج، يا جدعان اللي يعرفه يقول له الحوت بيقولك انت جامد قوي. انت كده فهمت ان مروان بابلو مشكلته الاساسية ان الناس ما عندهاش مبدأ، الناس غدارة معاك في اي وقت، محدش هيسندل معاك ومحدش هيقف معاك، فانت لوحدك انت اللي لازم يبقى عندك مبدأ، والمبدأ اللي لازم تاخده ان يلعن ام الناس، فكك من اي حد واعمل لنفسك انت مبدأ شخصية تعيش بيها وفكك من اي حد. وبيظهر الكلام ده في المشهد اللي هنشوفه دلوقتي. سلموا عليك بايه، انا عايزك بس تاخد بالك من الشخصيات اللي بتظهر وراه، الاتنين اللي واقفين بيتخانوا مع بعض، والناس اللي واقفة عمالة تراسب بعض، والبنت اللي واقفة دي ريفرنس ان هي برضو بتخش بين الناس، بتوقع ما بين الناس، ما بتخليش فيه مبدأ بين الصحاب وهكذا. وملبسين البنت اللي ورا دي ياشمك ده اللي مش عارف اسمه ايه، يعني جاي من اسكندرية بقى، ف نستنكوا على الإمة. مش هكدب على المايك يا جدعان، معلش اللي سامع الحته دي كويس يقول لي مش هكدب على المايك ولا مش هكتب على المايه؟ مش هكدب على المايك، اظن مش هكدب على المايك زي باقي الرابرز وكده. اعدائي اتلموا على اعدائي. بص هنا كل الناس مشيت وما بقاش غير 2 3 4 بس، هم دول اللي لايتي اللي عندهم اخلاص لمروان بابلو، الناس كلها ما عندهاش مبدا الا الشويه القليلين اللي قاعدين معاه وقاعدين بيسمعوه. وهنا بيظهر 3 بوسترات، اولهم واكبرهم هي اللحمه اللي محطوطه دي، انا لما دورت عليها طلعت ان دي حته لحمه محترمه، وريفرنس اظن للغنى او للفلوس او لكتر اللحمه او الناس بتاكل بعضها، يعني لسه الموضوع انا مش قادر احدده في دماغي، بس اظن ان سبت لهم مصنع عيش وانا جبت اللحمه، انتوا عايزين تاكلوا عيش انا هاكل لحمه، فاهم؟ واللي مستغربه برضو هو البوستر اللي جنب صوره تراك الحلال، زي ما انت شايف كده ده تقريبا كونو او جزر، يعني لسه مش مجمع قوي، وبتخيل برضو ان ده ممكن يكون تراك جديد هينزل قريب، فاستنى ولو انت فاهم حاجة مختلفة عن كده قولها لي، انما وجود بوستر تراك الحلال ده اظن انت فاهمه ومش محتاج ان انا اقعد اهري فيه واشرحه لك وفهمك. تراك الحلال انت اكيد سمعته وعارفه، وصراحة انا محللتش تراك الحلال، كانت القناة لسه ما ابتدتش، فلو عايز نحلل تراك الحلال اكتب لي ده بس في الكومنتات. وهنا نروح لاخر مشهد معنا في الفيديو كليب اللي مروان بابلو واقف بيغني فيه الكورس لاخر مرة في الفيديو كليب او في الاغنية، وبيظهر وراه كراسي تشبه كراسي المسرح وحواليها لعب حاجات بتاعت اطفال وناس ميتة من ورا وهكذا، واظن ان ده بريفرنس على تراك المسرحية اللي نزل في البوم اخر قطعة فنية لمروان بابلو. بس كده صديقي اتمنى اكون فدتك بجزء صغير قوي عن فيديو كليب المبدأ، واتشرف جدا انك تعمل اشتراك في القناة وتنضم للحيتان. ولو عايز تعرف ازاي مروان بابلو عمل كاريزما لنفسه الفيديو ده هيفيدك جدا، ولو حابب تعرف اكتر عن براند مروان بابلو بره السرب الفيديو ده برضو هيكون مفيد جدا ليك. بس كده وكالعادة نورت بطن الحوت.